الاتحاد الأوروبي يلقي بثقله مجدداً في خضم الأزمة والحرب في اليمن، وذلك في أحدث بيان صادر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الذي اختتم أعماله الاثنين الماضي. خصص الاتحاد في بيانه فقرات مطولة حول اليمن، أبرز ما فيها تشديده على أهمية تقديم إطار للسياسة المتصلة بأزمة اليمن، وعلى التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وتشديده كذلك على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل لا غير هو الذي من شأنه إنهاء النزاع في هذا البلد. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات التي يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بفعالية، بما في ذلك المجتمع المدني والمرأة والشباب. وأذان الاتحاد في بيانه بشدة كافة الأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم، وأكد الحاجة الملحة إلى ضمان الامتثال لأحكام اتفاق الحديدة، بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وشدد البيان على وجوب التعاون الكامل من جميع الأطراف مع الأمم المتحدة وضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتسهيل الحركة السريعة دون عوائق إلى اليمن وداخله للأفراد والمعدات والتجهيزات والمواد الأساسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، خاصة ما يتطلبه من إنشاء وبدء واستدامة العملية الكاملة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. الاتحاد الأوروبي لفت في بيانه إلى ما جاء في تفاهم ستوكهولم بشأن تعز، ودعا الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه. الاتحاد أكد مواصلة دوله الأعضاء تقديم الدعم السياسي والمالي بأشكال أخرى إلى الأمم المتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأنها ستبحث أيضاً على نحو النشط مزيداً من الخيارات الملموسة لهذا الغرض. اقتصادياً، دعا بيان الاتحاد الأوروبي المانحين إلى تقديم المساهمات في المؤتمر القادم للمانحين لليمن، والذي ستقوم باستضافته بشكل مشترك كل من السويد وسويسرا والأمم المتحدة في جنيف في 26 من الشهر الجاري، وذلك تلبية لخطة الاستجابة الإنسانية الأكبر للأمم المتحدة بشأن اليمن.